السلام عليكم، معكم يوسف دلال. السلام عليكم، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة كرونوباك 2019 الخاصة بسودوكو سودو سودو سودوكو نيفو ديابوليك. كيف العادة غادي تتمم معايا ان شاء الله، غادي نحاولوا نحلوا هذه الرقعة دي سي كلير. غادي نحلوا هذه الرقعة دي سودو كو، هذه اللعبة اليابانية خاصة بالأرقام. غادي تشوفوا الله يخليكم، تشوفوا الطريقه كيفاش نحل هاد الرقعه هذه وتبعوا معايا. داكوغ، هي فعلا لعبه شيقه ولعبه ممتعه وكذلك رياضه للذهن، وتعتمد على التركيز والاستراتيجيه. داكوغ، تعلموا من دابا كيفاش ديروا استراتيجيه ديال هاد المساله هذه. داكوغ، اذا كاين هناك عده مستويات، كاين جد سهل تماك تري فاسيل فاسيل انترميديير دور ديفيسيل تري ديفيسيل ديابوليك. اذا ديابوليك معناها اكثر صعوبه من اي رقعه كما كانت، حقيقه اكثر صعوبه لانه تعتمد على واحد استراتيجيه معينه. هذه تبع ما يخليكم تستمعوا كذلك حكايات ديال الف ليله وليله. بقوا معنا، معكم يوسف دلال من خلال الشاشه المتميزه كرونوباك 2019، معكم دائما بكل متعه بكل حريه، دائما امام، دائما في النجاح. وحقيقة القناه ديالنا جو كومينيك تي في وكذلك فريما تي في حققت واحد ان غران سوكسي. هذا الشيء كامل ترجع بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضل بالنسبه لكم اللي تبارطاجيو المسائل. الو، بقوا معنا وانطلقوا دابا من ليالي الف ليله وليله. فرجه ممتعه والى اللقاء. أكثر من إنك تسير والخاتم منك، وأمنت ملكي من سحر ومن ذلك. وأخويا أخوك ده خاين غدار، هو اللي أبي عن أسرار، والخاين حفير مهما كان دوره خطير. ده ما يصحش يكون كلب كمان، عشان الكلب وفي وهو خوان. ما تخافش يا فلان، أنا حأمن حياتك وأسيبك تاكل عيشك بعرق جبينك. أقدر آخد أخويا معايا اللي هو الكلب ده؟ أقدر آخد أخويا معايا. خده يا سلامة ولو إنه ملوش كرامة. مع السلامة يا سلامة. مع السلامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الجني لما سمع من سلامة هذه الحكاية بلغ منه الدهش إلى أبعد غاية، وسأل سلامة عن علاقته بصاحب الخان بعد أن خرج من قصر الملك كنعان. فبلغ من الجني العجب وسكت منه الغضب وأطرق قليلا، ثم رفع رأسه وقال: يا سلام، أنت قتلت ولدي من غير قصد منك، وقد عفى الله عنك، وإن أردت فإني لك خادم وسأرد لك السيف والخاتم. فبكى سلامة وقال له: أنا لا أريد إلا أن أفك الرصد عن أخي وأعيده إنسانا كما كان. فقال له: اعلم يا سلامة أن أخاك لا يعود إلى طبيعة الأوادم إلا إذا ملكت الخادم وطلبت هذا الأمر من الخادم. اسمع يا سلامة، الراجل بيموت، كلنا ولاد موت. خلاص يا سلامة، ملكت السيف والخاتم، هيفك السحر عن أخوك سالم وترجعه ثاني آدمي زي الأوادم. مانيش فاهم. الراجل العيان ده الملك كنعان، أنا هوصلك إليه وأدخلك عليه. إزاي؟ ده
في حارس في سيوف واقفين صفوف، هم دول اللي حيوصلوك إليه وهم اللي حيدخلوك عليه. يمكن يكون حد فيهم لسه فاكرني، ياخدوني ويروحوا قتلني، ويفضل اخويا الغلبان كلب ما يرجعش انسان. ان كان على شكلك يتغير دي حاجه تحير. انت دلوقتي واحد غريب رايح هناك بصوره طبيب. لوحدي؟ انا وياك هنروح هناك وتقف تنادي تحت الشباك. حكيم نداوي طبيب نداوي، حكيم نداوي طبيب نداوي، حاضر قاضي سيد القاضي وقضي. مين ده اللي بيسيء الادب والسلوك تحت شبابيك الملوك؟ حكيم نداوي يا ست ستات، ونقرا الاثر ونحضر الوصفات. حكيم؟ طب استنى هنا. زال عنك السوق والعناء. في واحد عيان عندنا، لو داويته هتشوف السعد والغنى. العيني بيته، وريني يا ولد القوق. القوق؟ اديله القوق. اتفضل القوق. ارفع يمينك فوق وقل له روح يا قوق. طب روح يا قوق. الله الله، القوق راح، اختفى اختفى. ازاي ده؟ عجيبة، حاجة غريبة. هاتوه، اوعوا تسيبوه، ده باين عليه راجل مبروك. تعال تعال، طولوا بالكم طولوا بالكم. اتفضلوا عيانا. والكلب بتاعي؟ هاتوله الكلب. والخدام؟ والخدام. يلا على القصر اوان. تعالى يا شيخ يا مغربي. صلي على النبي، صلي. هو ده العيان، ده الملك العن عليل، والعله زادت عليه، واحتار الاطباء فيه ومش عارفين نعمل ايه. شوف يا شيخ المغاربه ايه اللي بيه. والله يا مصبحه فيك الخير والمروه فيك، يمكن ربنا يجعل الشفاء على ايديه. والله يا بنتي ما ينضرب رمله ولا ينطق نجمه الا اذا جبت النار وخليت المكان من بخر السكان ونحضر ملوك الباب. يا رحيم يا رحمن، اخلوا لهم المكان، ارخوا الستاير واقفلوا الابواب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب ابن وهاب يا وهاب. يلا يا سلامة، مفيش حد معانا، الملك فطيحة قدامك والحظ خدامك. السيف والخاتم، يا الله الملك نايم، ده باين عليه، شوف شوف بيفتح عينيه. اتقدم اليه، سلم عليه. ازيك دلوقتي يا مولانا؟ مفيش فايده. الله، مين؟ سلامه. ايوه سلامه. انت يا سلامة جيت في وقتك، انا يا ابني ظلمتك. وايه اللي فادك؟ ما فادنيش، وربنا ما باركليش، وادي النهاية. ما كنتش تعرفها من البداية؟ يا ريتني ما كنت خدتهم، يا ريت خلوني طغيت وبغيت. سلامة، مد ايدك يا ابني، خد السيف والخاتم وسامحني. لا السيف ولا الخاتم يا كنعان، دي قوة ما يصحش يملكها انسان. نطقت بالحكمة وسيف النقمة. سامحني ارحمني، انا ظلمتك يا ابني. برقبتك ذنب اخويا وذنبي. انت لسه بتآمن لاخوك الخاين؟ مهما كان اسم اخويا، ده ابن امي وابن ابويا،
ولولا اني عاوز رجعه انسان ما كنتش جيت لك الان. خد الخاتم وامر الخاتم يفك سحره ويحل اسره. بس يا ابني ارجوك خدها وصيه من واحد بيموت. السيف والخاتم دول قوه ما يصحش يملكها الا هو. مش كل واحد شرير ولا كل واحد في طبعه الخير. سلامة سلامة. مات انت اوفى. وايه النهاية؟ النهاية السيف. النهاية السيف والخاتم. السيف فين السيف؟ دي قوة ما يصحش يملكها إلا هو. سلامة سلامة. من هنا من هنا ليوم القيامة. أنت بتعمل إيه؟ بتكسر السيف ليه؟ أنا بخلص العالم من ظلم بني آدم. والخاتم الخاتم والخادم. سلامة سلامة. أنت اتجننت. أنا كنت مجنون وعقلت. أنت ناسي يا سلامة. أنا مش ناسي. الله الله الله. اخويا اخويا انا نسيت ابعك الخاتم. فين الخاتم؟ الخاتم ملت كفرته والرصد بتاعه ابطلته. الله. واخويا يفضل كلب بالشكل ده؟ دي ارادة ربنا. يا لها من قصة ويا لك أنت يا شهرزاد. إنها عجب العجاب وحقها أن تكتب بماء الذهب. إن رضاك عنها خير منها. إنني أريد أن أكافئك قبل أن أقتلك يا شهرزاد، فتمني تعطي واسألي تجاهدي. شهرزاد، أتضحكين ليلة موتك يا شهرزاد؟ مولاي، لقد ذكرتني بقصة حلاق بغداد. حلاق بغداد؟ كان ذلك في بلاد الصين، وكان عليها سلطان من السلاطين، وكان للسلطان مضحك أحدب، ولكنه قريب مؤدب. حياته، أيامه، ليالي، كلها طرب وأنس وأفاكيه. ذلك الأحدب كان نادرة من النوادر، وأنه كان يحفظ الملح ويروي النوادر، وكان كيسا يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. وبهذا كله وصل إلى هذا المكان وصار مضحكا للسلطان. أكان السلاطين في هذه الأيام يضحكون، وكانت الدنيا من حولهم تضحك، تضحك لهم أو تضحك عليهم. قالوا. وخرج ذلك الأحدب في يوم من الأيام سكران يعربد في شوارع شن شن آم، حتى انتهى إلى خان ينزل به أبناء السبيل ويقصد إليه المجان. وكان لهذا الأحدب في هذا الخان ليال يحلف بها الندمان. فلما دخل من الباب لم يجد أحدا من الأصحاب، ولكنه رأى رجلا غريبا فتقدم إليه وسلم عليه. يا سيدي، يبدو أنك غريب عن هذه الديار، لا أنيس ولا صحاب، فهل تحتاج إلى من ينادمك هذه الليلة على هذا الشراب؟ ومن لي بهذا النديم؟ إنه نديم يوقظ أحلامك وتشرب روحه قبل أن تشرب مدامك. وأين هو يا هذا؟ خادمك الماثل أمامك.
أنت أيها الأحدب؟ الأحدب؟ أنا رجل مؤدب، لماذا تناديني بعاهتي وتمسك بي من علتي؟ هل لا نظرت إلى ما في الكتاب قبل أن تبادر بالسلام؟ الكتاب يقرأ من عنوانه، هو الإنسان يعرف من لسانه. إنك تظلم الصهباء إذا حكمت عليها من شكل الجناء. أراك ظريفا يا اسمي مشان، ولكنهم ينادوني بمضحك السلطان، والله ما أضحكت السلطان، ولكنه هو الذي يضحكني. فهو يضحك إذا قمت، ويضحك إذا قعدت، ويضحك إذا ضحكت، ويضحك إذا بكيت، ولكنه وشهادة لله يعطيني وعن سؤال اللئيم يغنيني. حسنا يا مشان يا سيدي مشان. وإن شئت فمسك السلطان. يبدو أنك على شيء، اجلس إلي وشاركني شرابي، فقد هجرت أهلي وتركت صحابي. اسمع يا أيها النادل، هات لنا أرطالا إثر أرطال، وأصلح ضوء هذا السراج. تفضل لنشرب على هذا التعارف رطلا. مثلا. بل فعلا. وما ضر لو كان رطلين. أو ثلاثة أو أربعة. مرحى مرحى يا سيدي، كذا يكون السخاء. ولكني عرفتك بنفسي، فكان بك أن تعرفني من أنت ولماذا بك. معذرة يا مشان. مشان. معذرة أيها السيد مشان، أنا رجل عربي واسمي أمير البدوي من مدينة بغداد. بغداد؟ أجل بغداد. ولماذا تركت المدينة وهجرت الأهل والعشيرة؟ لماذا تذكرني؟ لقد تركتها فرارا من القضاء الذي لا يدفع والقدر الذي لا يمنع. وما ذاك؟ رجل حلاق. أنت ظريف يا سيدي. لا تضحك مني، إنه كعملي الذي لا يفارقني. وقد جمعت أموالي ومتاعي، وبعت قصري وضياعي، وخرجت هاربا أضرب في كل مكان، وكلما نزلت بلدا من البلدان وجدته أمامي كالشيطان، فأتركه وأرحل إلى غيره، ولا أكاد ألقي عصا الترحال حتى أجده أمامي في الحال. ولم أزل في حل وترحال حتى وصلت إلى هذه المدينة ونزلت في هذا الخان. يا سبحان الخلاق، كل هذا من أجل حلاق؟ سيدي أنت هنا؟ إنه هو. من؟ الحلاق، حلاق بغداد. ماذا حدث؟ لقد هضمه ذلك الرجل الذي يجري هناك. انتظر، لا تغادر هذا المكان قبل أن نعرف ماذا جرى لمضحك السلطان. مشان يظهر أنه سكران. لا، إنه ميت. الله، مضحك السلطان، لقد قتلته أيها الغريب. أنا؟ ولماذا أقتله يا سيدي؟ إنما يقتله من له به علاقة، خصوصا إذا كانت علاقة معاملة، كأن يكون مثلا صاحب خان والقتيل زبون عنده، فهناك توجد بواعث الخلاف ودوافع الجريمة. أما أنا فلماذا أقتله يا سيدي؟ إذن فأنا الذي قتلته؟ ذلك ما يفهم من ظروف الحادث. ولكنك تعرف أن صاحبك هو الذي قتله، اصطدمه عندما انطلق يجري. ليس المهم معرفتي أنا، وإنما المهم معرفة السلطان. ولكني سأستشهد بك. وتريدني أن أشهد على سيدي؟ أحلفك. أحلف؟ إنك شيطان. من أنت يا هذا؟ أنا يا سيدي رجل فقير، حلاق من بغداد، واسمي الصامت لقلة فضولي وندرة كلامي. وهذا الرجل الذي قتل صاحبكم سيدي وهو مريض بداء السفر والترحال، لا يحل بمكان حتى يرتحل إلى مكان، وأنا وراءه كالكلب الأمين، أحرسه من كل ما هنالك وإن كان هو ينكر علي ذلك. وبعد،
فأنا أعلم أنك في ورطة، وكما خلصت سيدي أخلصه. اصنع معروفا أيها الغريب، إني أشير عليك. احمله على ذراعيك وألقي به على عتبة جارك. جاري؟ إنه طبيب بوذي عجوز. لا، إن هذا شيء لا يجوز. ولكن انتظر، ناولني الغطاء، احمله أنت على ذراعيك. أنا سأشرح لك كل شيء ونحن في طريقنا إليك. احمل، انتظر أغطي. ها كذا، تعال. هذا الطبيب جاي وهو يعرفك، فاترك أنت هذا الباب وأنا واقف خلفك في الظلام، فإذا خرجت لك الخادم فاعطها هذا النصف واطلب إليها أن تذهب لتنادي سيدها. ها قد وصلنا، تقدم أنت، اترك الباب. من الطارق؟ رد عليها. أنا، افتحي يا ابنتي. هذا ولدي مريض. سيدي لا يقابل مرضى في مثل هذا الوقت من الليل. انتظري، خذي هذا النص، أخبريه فقط أننا نريد. في هذه الحالة يكون للمسألة وجه آخر. انتظر يا سيدي لحظة، سوف لا أغيب كثيرا. لقد ذهبت إلي، اسنده على الباب. انظر كأنه واقف. هيا بنا، فهذا الشيخ البوذي مقبل. هيا. من الطالب في هذا الوقت من الليل؟ لا تؤاخذني يا بني، إنه ضعف بصري وضعف نور السراج. قم يا بني، قم. لماذا لا يتكلم؟ أكهامي، أقبلي بالسراج يا بني. هاتي يدك يا بني، لماذا ما تتكلم؟ إن يده باردة كالثلج. إنه ميت. كان واقفا في الظلام فتعثرت فيه فسقطنا معا على الأرض، فكانت القافية مصيبة وقعت على رأسي، قتلته دون أن أدري. لا ترفع صوتك. سيأخذونني من الدار إلى النار. لم أره والله ولم أقصد موته، لم أكن. لا ترفع صوتك. وماذا أفعل؟ نحن بنيه والليل ستار، هلم بنا ندليه في مطبخ جارنا الغني. أقفل الباب علينا. هيا احمل معي. ألا مخرج غير هذا؟ احمله من يديه معي. لقد كان فتى قليل الجسم، يجب أن ينزل بخفة. عذاري أن يسقط فيتيقظ صاحب الدار. أمسك أنت من يدي. لماذا تركت يدي؟ لقد وقعت. لا ترفع صوتك. من هنا؟ من هنا؟ لقد أيقظت. هيا بنا. القتيل ووجد في بيتك، وسمع الناس استغاثتك، وطرقوا عليك الباب، فحاولت أن تضللهم ولم تفتح لهم حتى كسروا الباب، فاختبأت منهم حتى عثروا عليك، وتقول بعد ذلك إنك بريء. اضربوا عنقه. باسم السلطان. لا تقتلوه مولاي. لقد جاءني هذا الرجل القتيل مريضا فتعثرت فيه فوقعنا على الأرض، فكانت القاضية. كيف وجد في بيت هذا الرجل أيها الطبيب؟ أنا الذي حملته بعد موتي وألقيت به في بيتي. وكنت تريد أن يؤخذ به هذا المظلوم؟ اضربوا عنق الطبيب. انتظروا، لا تقتلوا الطبيب. من هذا؟ أنا يا مولاي صاحب الخان، وقد جاء إلي مشان وصدمه رجل كان ينزل عندي فقتله، فخشيت أن أتهم به فحملته إلى باب هذا الشيخ الطبيب. هذا عجب. وأين هذا الرجل الذي صدم مشان؟ هرب يا مولاي، ولكني احتفظت بتابعك. يا مرزبان، أمر مولاي. لا تتركوا شبرا في المدينة، أحضروا القاتل في الحال. أمرك يا مولاي. Thank you.
أنا مظلوم. إذا كنت صادقا أيها الغريب فلماذا هرب؟ وكيف أهرب منه وقد دعوته للشراب؟ إنني لم أقتله ولم أعلم أنه مات. ولكنك هربت بالفعل عندما شاهدت الجريمة بعينيك، وهذا صاحب الخان شاهد عليك. نعم، هربت من الشيطان ولا أزال أفر أمامه من كل مكان. وما ذاك أيها الغريب؟ رجل حلا. لا تبتسم يا مولاي، إنه سبب جميع المصائب التي أصابتني، وآخرها هذه التهمة التي لبستني. ماذا أعمل؟ تركت له بلادي وأهلي، ولكنه يتبعني كظلي حتى سئمت حياتي، ولم يبق إلا قتله أو قتلي. انظر يا مولاي، انظر إلى يدي هذه، إنها مقطوعة. ذلك بعض ما ألاقيه منه. وما علاقتك به؟ ذلك ما يثير نفسي، فليست لي به علاقة أكثر من أنني مرة دعوته ليحلق رأسي. مولاي، دعني أقص عليك قصتي وأروي لك حكايتي، وخذني بعد ذلك بجريمتي. أنا يا مولاي مسلم عربي، واسمي أمير البدوي، ومن مدينة بغداد. كنت من عيون أعيانها ومن أكرم بيوتها، واجتمعت علي عوامل المفسدة، الفراغ والشباب والجدل، إلى أن رأيت بنت قاضي بغداد فتعلق بهواها الفؤاد، واتفقنا على اللقاء في بيتها أثناء مجلس القضاء حتى نأمن غضبة أبيها ووشاية حاسديها. ولما جاء اليوم المحدد أرسلت أحد عبيدي وأمرته أن يحضر لي حلاقا قليل الفضول نادر الكلام، فلبث غير بعيد ثم عاد ومعه ذلك الحلاق، وعلى وجهه ابتسامة ليس لها معنى على الإطلاق، وكأنما هي مرسومة بقلم أو هي من أثر ورم. فتأخر وتقدم وحي وسلم، السلام والتحية على صاحب الطلعة الزكية. سيدي أذهب الله غمك وأزال همك وأدام علاك. تقبل الله دعاك. أبشر يا سيدي فقد جاءتك العافية. تريد أن تقصر شعرك أو تريد أن أخرج شيئا من دمك؟ فإنه روي أنه من قصر شعره يوم الجمعة صرف الله عنه 70 داء، وجاء في الأثر أن من احتجم يوم جمعة أمن ذهاب البصر. ومن الآن واحلق لي رأسي ولا تثقل على نفسي. إذا فأنت تريد أن تحلق رأسك، طيب الله نفسك وأدام أنسك. انتظر يا سيدي. ما هذا يا هاتف؟ إنه استرلاب. حلاق أنت أم منجم؟ مسألة لا تؤخر ولا تقدم. اعلم يا سيدي أن اليوم جمعة، وإنه الحادي عشر من شهر فطر، وأن برجه المريخ وطالعه بمقتضى علم الحساب 7 درجات، واتفق أنه يدل على أن حلق الشعر فيه جيد جدا. يا مبروك سيدي، أعطي هذا الرجل ربع دينار واصرف. صرف الله عنك السوء والعنى. لماذا يا سيدي أنا؟ لأنني هذا على ميعاد، وأنت أضعت الوقت في قراءة الطالع وحساب الأصاب. وأنت على ميعاد يا سيدي، ولماذا لم تخبرني قبل أن أمد يدي؟ ناولني القصة يا فتى. على ألا تضيع وقتي سدى. سلمت على المدى وبقيت سرمدى. التفت يا فتى، أدخل القصة في رقبتك جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي ماذا؟ جرحتني وهمتني، دمي يسيل على الأرض. حجامة من غير قصد، ورد في فوائدها أنها تزيل الصداع وتمنع الأوداع وتقلل الصفراء وتنشط الأمعاء وتشفي اليرقان وتمنع الغثيان وتقلل. حسبك. أنت لا تعرف اسمي يا سيدي. لا أريد أن أعرفه، ولكني أريد أن تقبل حلاقة رأسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الناس يسمونني الحلاق الصامت لقلة صرصرتي دون إخوتي. فأكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث
الشقالق والرابع اسمه الصامت وهو أنا. تعرف إذا لم تكمل بقية حلاقة رأسي لتوك فسآمر العبيد بجلدك. ألم تسمع قول الشاعر؟ يا رجل اسكت، لا أريد أن أسمع. قم 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 يا هذا عني، بل تعال تعال. كيف أذهب إليها ورأسي نصف محلوق ونصفه غير حليق؟ تعال هنا أكمل أكمل حلاقة رأسي. وماذا فعلت حتى تضربني؟ أقول لك أكمل حلاقة رأسي. ما رأيت بالسجن؟ أكمل. نعم يا سيدي، أين الموتى؟ إنها في يدي، لقد أطرت عقلي يا سيدي. انتهي، إنني خادمك وأريد أن أخدمك. خلصني وأريد أن أظل معك سنة. نعم هكذا وأنت تحلق، أما أن تترك رأسي لتكلمني فأنت تعرف ما يصيبك مني. وإذا بقيت معك هذه السنة فسيدي يكفي. حسبك، وقد يضايقك صمتي وطول سكوتي. يا غليظ الكبد. نعيما يا سيدي. أشهد أن لا إله إلا الله. يا مبروك سيدي، أعطيه نصف دينار. لماذا لا تنصرف؟ ألم نتفق على أي شيء؟ على أن أظل معك. اخرج عن وجهي، اخرج، قلت اخرج. ولكني لا أطيع قلبي إذا تركتك تذهب وحدك. يا مبروك أخرج هذا الحمى. سيدي ألق به إلى الطريق. أنا لا أنكر إحسانك ولا أجحد فضلك ولن أدعك تذهب وحدك. وذهبت إلى موعد الحبيبة متأخرا، فاستقبلتني خائفة وأخبرتني أن أباها قد عاد. وسمعت صياحا فأخبرتني أن أحد العبيد قد أبق وأن أباها يعذبه. ولم أعلم أن ذلك الحلاق اللعين كان يتبعني حتى عرف أنني دخلت بيت القاضي. فلما سمع صياح العبد اعتقد أن القاضي ضبطني وأنه يعذبني، فمزق الحلاق ثيابه وحث التراب على وجهه وانطلق إلى داري، فأخبر المماليك والجواري أن القاضي قتلني. فانطلقوا وراءه واجتمع الخلف عليهم وجرى الناس وراءهم حتى وصلوا إلى بيت القاضي وهم يصيحون. وسيدا قد عذبك يا رسول القاضي، القاضي قتل سيدي. وسيدا ماذا ماذا حصل؟ أنت قتلت سيدنا. سيدك؟ ولماذا أقتل؟ وأي شيء أدخله بيتي؟ لا تحاول، فقد سمعنا صياحه وصراخه. إنه أحد عبيدي. لا تحاول يا شيخ النصر، إنه في ذلك قتيل أو جريء. أشهدكم يا قوم على هذا الصليب، وليتقدم منكم من شاء فليفتش داري. تفضل يا أبا عمار وأنت يا زياد، معهما يا عبد السوق. يقتلون عليك وتكون صريحتي وآخر عهدي. إنهم يقتلوني يقتلوني، إنهم مقبلون عليك. ماذا تفعل؟ لماذا تفتح هذا الصندوق؟ لأستديك بروحي. اختفي أنت وراء الستار فإني أسمع أقدامهم. ماذا تفعل؟ لماذا تجمع هذه الأسلحة؟ ليضبطوني بها فأتهم بالسرقة، وبهذا أعلل ذكوري وأنفي الشبهة عنك. ولكنهم يقطعون يدي. يدي فداء اسمك وشرفك وسمعتك. اختبئي فإنهم داخلون. ها هو يا زياد. عمار النصف. إنه أمير البدوي. إنه نصف. أيها القاضي، إنه أمير البدوي، لم يحمي غناه من دناءة نفسه. هذا هو وهذه هي الصورة التي كان يسرقها. كذا يا رجل، كذا كذا أراد الله. وبماذا أحكم عليه؟ بما يرضي الله. تقطع يمناه. وسيدا الله، اتركني يا مولاي، ابعد عني. قطع الله أيديهم. اتركني لحالي، كفى ما جرى لي. أبكيك بروحي وبالي. يا ضلالي، دعني لحالي. وأنت في هذه النفس تطير منا وتقطع عيني. يا وجه النحل،
فارقني، اتركني. لا افارقك ولا اتركك ابدا. تريدني ان اقتلك واحمل دمك؟ وحتى لو قتلتني فان وفائي يأبى علي ان اتركك. يا مغيث سيدي. يا رجل اتق الله في نفسك، اعتقني لوجه الله. وكيف اتركك يا سيدي وانت في هذه الحال؟ لا شأن لك بي، اكل ذنبي انني دعوتك لتحلق لي. تبت وندمت وعزمت على الا اعود. مسكين سيدي، الا تريد ان تفارقني؟ قلبي لا يطاوعني. اذا اتركك انا، اترك بغداد كلها يمينا. لا اقيم ببلد انت احد ساكنيه، ولا انزل بمكان انت فيه. وارسلت فاحضرت الشهود وكتبت وصيه لاهلي وجعلت عليهم ناظرا، وأمرته أن يبيع الدار والعقار، وأوصيته بالكبار والصغار، وقلت بلاد الله لخلق الله. وما راعني إلا أنني كلما نزلت بمكان لحق بي ذلك السرطان، فأتركه وأفر على وجهي وهو برزاياه يطاردني، حتى انتهيت إلى مدينتكم ونزلت في هذا الخان، وتعرف إلي مضحك السلطان. وبينما نحن جلوس إذا بهذا الحلاق المنحوس يدخل علينا كالكابوس، فقمت من فزعي أجري وصدمت هذا الأحدب أثناء جري، وكانت إحدى مصائب هذا الحلاق اللعين، فمات فيها ذلك الأحدب المسكين. وها أنا ذا يا مولاي قصصت عليك قصتي ورويت لك حكايتي، فاصفح عني أو خذني بجريمتي. ما سمعتك اليوم كلاما أعجب، ولا رأيت حادثا أخر. وأين هذا الحلاق يا رجل؟ والله يا سيدي لا أدري، لقد تركته وقمت أجري. يا مرزبان مولاي، سمعت هذا الكلام؟ سمعته يا مولاي. أريد أن تحضروا لي هذا الحلاق في الحال. ولكننا لا نعرف عنه ما. علي بالحلاق في الحال. ما هذا؟ العشرة الذين أمرت بهم يا مولاي. اضربوا أعناقهم. قد فعلنا يا مولاي. وماذا تريدون؟ بقي واحد. ولماذا تبقون عليه؟ قد أمرت بقتل العشرة جميعهم. قد قتلنا الرجال العشرة يا مولاي، وعددنا الرؤوس فوجدناها عشرة، ولا ندري كيف صاروا أحد عشرة، ولا نعرف كيف زادوا رجلا، ونحن ننتظر أمرك فيه. هذا عجيب. أدخلوا هذا الرجل. أدخل مولاي. سيدي أنت هنا، أنت يا غراب الشؤم. قف أيها الغريب، ما لك به؟ إنه هو. من هو؟ حلاق بغداد. هو أنت؟ خادمك يا مولاي. لقد نمت، ولكن قل أولا، ما صلتك بهؤلاء الخونة؟ أي خونة يا مولاي؟ أولئك العشرة الذين ضربنا أعناقهم؟ والله لا أدري، ولكني وجدت هؤلاء الرجال يركبون قاربا، ووجدتهم كسرة، فقلت في نفسي لا يجتمع هؤلاء الرجال إلا للذهاب إلى وليمة، فاندسست بينهم فقام. لن أحرمك من الوليمة التي أولمناها لهم. أنا في عرضك. لماذا قتلت هذا الرجل؟ أي رجل يا مولاي؟ هذا القتيل المسجى أمامك. لم أقتل أحدا، أروني هذا القتيل. الله، إنه الأحدب. وتعرفه أيضا؟ الله. ما الذي يضحكك أيها الوقح؟ إنه ليس ميتا يا مولاي. انظر. يا الله، إنه حي. إنه ليس ميتا. إذن لم يكن الأحدب ميتا. لقد قام الأحدب. وما اسم هذا الدواء؟ اسمه النشوق يا مولاي. الله، أين أنا؟ أنت في حضرة السلطان. لقد كنت الآن في الخان. من أتني إلى هذا المكان؟ لعلي كنت سكران. بل كنت ميتا أيها الأحدب. أما إنك غير مؤدب. من هو الميت يا هذا؟ أنا أم أنت يا رمة يا غمة يا حمة يا حرة الأمة؟ رسمك أيها الأحدب. انظر يا مولاي، إنه والله ميت مرفوض.
ميت مرفوض. نعم ميت مرفوض، رفض الأموات أن يكون منهم وأنف منه الدود. ليتني ما رددت لك الحياة، وليتني تركتك في غير رحمة. مثل هذا يبيض يا مولاي. أنا يا دجاجة يا قليل الحاجة، أما والله إن وجهك عبرة بالخلق، وقفك قبل يدق. أنا مستجير بك يا مولاي من هذا القذر الصليط الذي عوضه الله عن قصر جسمه بلسان ينتفع به ويتوكأ عليه وله فيه مآلب. قاتلكم الله. قل لي أيها الحلاق، لماذا تتابع هذا السيد؟ ذلك الأمير؟ إنه سيدي وهو مريض بداء الأسفار. بل أنا هارب منك في أقاصي الديار. اسكت أنت، أكمل يا صامت. اسمي الصامت. أنت صامت؟ سموني كذلك لقلة كلامي وقلة فضولي. ولماذا تطارد هذا السيد؟ أنا لا أطارده ولكني أتابعه، فهو سيدي وله علي حق الوفاء، ومن الوفاء ألا أتركه وحده في مغامراته حتى أخلصه منها. وكنت خلصتني في بيت القاضي. ها؟ لولاي لقتلك القاضي لا محالة. بل أنت الذي أذعت سرنا وهتكت سترنا وكشفت أمرنا، واضطررتني إلى أن أظهر بصورة السارق، وكانت النتيجة قطع يدي. قطع الله يدك. لماذا تتبعني؟ ما الذي أقحمك علي؟ ما الذي يدخلك في حياتي؟ ما هي صلتك بي؟ صلتي بك؟ وهل تظن أنني لئيم الطبع فأتركك في الملمات بعد أن نلت عطائك وغمرني معروفك؟ لا والله، ولو نالني من وراء ذلك أضعاف ما أناله منك. أنا متشكر لك، أكثر الله خيرا. هذا يزيدني تعلقا بك. وأنا لا أريد، لا أريد. وهل إذا طلبت مني أن أكرهك أستطيع أن أنبع حبك من قلبي؟ يا مصيبتي، أنا في عرضك، أبوس رجلك، اعتقني بوجه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا تجازيني على معروفي، وأنا مع ذلك لا أسلمك ولن أتخلى عنك. يا هذا، إذا كانت الحلاقة التي حلقتها لي قرابة فأنا منها بريء، وإن كانت نسبا فأنا أقطعه. أعرف أنك تجازيني على المعروف بالمتروك، وأعرف أنني معك مظلوم، ولكني صابر وسأصبر على ما هو أقسى منك. إني أكاد أجن. مولاي السلطان، مولاي السلطان، إني أشتهك الآن. احبسوني، اقتلوني، أنقذوني من هذا الوباء. ألا تستطيع أيها الحلاق الصامت أن تترك هذا السيد؟ إن هذا الوفاء أن أتركه يا مولاي. ألا تستطيع أن تستسلح وفاءك هذا وتعتقه لوجه الله؟ يا مولاي، الناس مع الناس على الخير والشر، وأنا مع سيدي هذا على الشر وحده. إذن تتركه يا أخي؟ قلبي لا يطاوعني وضميري يؤنبني. وأي شيء يمنعك عنه؟ لا شيء إلا العجز عنه. أنا أعجزك عنه يا مرزبان. مولاي اقطع رجلي هذا الحلاق. يقطع رجلي؟ مولاي، مولاي ارجع عنه أيها الحلاق. أرجعه يا مولاي، ولكن من يحلق له بعد؟ لا شأن لك بي. ولكني يا مولاي رجل فقير، ولي 3 إخوة لا يملكون قوت يومهم. أنا أصغرهم، وأنا الذي أعولهم. أكبرهم يسمى البكبوك، والثاني بقبق، والثالث شقائق. وما اسمك أنت؟ صامت، اسمي الصامت. واسم أخوتك؟ اسمهم البكبوك وبقبق وشقالق. دامت الأسامي وعفت المسميات. هات يا صامت، هات. أنا يا مولاي رجل فقير، لا أملك الفتيل ولا القطمير، وليس لي عمل غير تزيين الوجوه
والحجامة وكيت المكروه ولي ثلاثة إخوة. نعم البقبوق وبقبق وشقالك. سبحان الخالق. وأنا الذي أعولهم وعلى كتفي تقع حمولهم، أما كبيرهم وهو البقبوق فهو أعمى كسيح مسكين سطيح. وهذه خلقة الخالق؟ بل جناية المخلوق، وأصلها في الأصل طمع البقبوق. كيف يا اسم الصامت يا مولاي؟ كان أخي البقبوق جزارا يربي الخرفان ويبيع اللحمان، ولكنه كان يصرف في الميزان، وكان أعيان بغداد يقصدونه ولا يشترون إلا منه ولا يتحولون عنه، فجمع من ذلك المال الكثير والخير الوفير، وبينما هو في دكانه على الوضم إذ دخل عليه شيخ مطمطم فحيا وسلم. يا بقبوق بقبق الله عليك وبارك حواليك. اسمع يا بقبوق، لقد أغناك الله عن الحرام بالحلال، فأعطني بما يرضي الله 5 أرطال. هذه فخذ بحالها، لا تخلها، زنها كما هي. لا تخسر الميزان واتق الله. وكيلي ووكيلك الله. آمنت بالله. خذ، أخذ الله عدوك، إنه دينار. ياه، إنه جديد لامع يتوهج كأنه قرص الشمس. إنه ذهب عين وازن يا بقبوق. الميزان بين الناس حقوق. خذ يا سيدي هذه الأنصاف بقية دينارك، وهذا هو اللحم، لولا مرض غلامي لحملتها إلى ذلك. في سلامة الله، في سلامة الله. يبدو أن هذا الرجل غريب، لعله أمير أو لعله. خسارة أن أصرف هذا الدينار، إنه عملة جيدة وازنة، لأسقطنه في هذا الصندوق وحده. يا بقبوق بقبق الله عليك. سيدي وبارك حواليك. سيدي لقد مضى عليك شهران وأنت تشتري منا كل يوم، فلماذا تقف في الطريق وأنت بالإكرام خليق؟ تفضل ادخل الدكان وشرف هذا المكان. لا بأس يا بقبوق. يا أهل السوق أدركوني. ماذا؟ وتقول ماذا؟ ألا تعرف ماذا؟ 60 يوما يا ضلالي، ب60 دينارا أضعها كل يوم في هذا الصندوق، وأفتحه اليوم فأجدها كلها زائفة. إلهي أدركوني أدركوني. وأنت أليست موازينك حائفة؟ أدركوني. النصف النصف. إذ لم تترك الصياح فسأفضحك. أنا لم أذن لك شيئا اليوم، ولا يمكنك أن تتكلم في ميزان أمس. أدركوني أغيثوني. سأقول للناس إنك تسبح الكلاب. كذاب كذاب. إلهي النجدة. ماذا بك يا بقبوق؟ هذا جرى. ماذا يا بقبوق؟ هذا حدث. هذا النصف الحرام خرب بيت، يعطيني كل يوم دينارا زائفا، 60 دينارا يا ظالم المزيف. اضربوه اضربوه. انتظروا انتظروا انتظروا، ان هذا الرجل يبيع لنا لحم الكلاب. كذاب
كذاب نصاب نصاب كذاب كذاب. تفضلوا داخل الدكان وانظروا الى ما يعلقه هذا الشيطان. الله لقد كانت خرافا. يا كلاب كلاب نبيعنا لحم كلاب. امسكوه والله والله ما ذبحت الا حملانا. اسكت يا مجرم. اي اي دماغي المقتول كلاب يا سادة. اي اي والله ما ذبحت الا خرافة. اسكت اسكت يا ضلالي. اي يا ناس اتقوا الله اتقوا الله. ولماذا لم تتق الله انت؟ اسألوا أبا علي القصاب فقد ذبحها معي. ولك تستحي يا محمود. آي خذ آي 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 عيني عيني عيني. لقد عين الرجل المسكين مسكين. إنه يستحق القتل. خذوه إلى الخادم خذوه إلى الخادم. أنا والله مظلوم مظلوم. أليست هذه الكلاب قد وجدت معلقة في دكانك؟ بلى يا سيدي ولكن. فما الذي أدخلها إلى دكانك؟ أنا والله لا أدري ولا أعلم. لنفرض أن هذه الكلاب مدخولة عليك، فأين اللحوم التي كانت لديك؟ لقد كانت والله خرافا معلقة وفجأة تحولت إلى كلاب. ماذا تقول؟ هل هذا شيء معقول؟ أعرف أنك لا تصدقني. وهل هذا كلام يصدقه مجنون؟ لقد عذبوني وأهانوني. وكنت تريدهم أن يكرموك بعد أن أطعمتهم لحم الكلاب يا بقبوق؟ عذبوني ضربوني. انظر يا سيدي لقد فقأوا عيني. ولعذاب الآخرة أشد. يجرد البقبوق من أملاكه. الله 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 الله. ويستولى على أمواله. يا إلهي. وتفقأ عينه الثانية. عين الثانية. مظلوم مظلوم. وذهبت إلى البقبوق وقد صار ضريرا وأصبح فقيرا. فسحبته من يده إلى بيتي. فظل به حتى تماثل للشفاء، فخرج على وجهه هائما حتى انتهى به الطواف إلى أصبها، وهناك مد يده يسأل الناس الإحسان، وصار يستعرض عاهته وجعلها حرفة. من أنت؟ أنا يا سيدي غريب أعمى على باب الله أسأل شيئا لله. ولماذا لم ترد علي؟ يا سيدي خشيت ألا تنزل إلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال معي أيها الضرير. أزال الله عنك الضر. خذ بيدي يا ولدي. تعال تحسس طريقك على السلم يظهر أنك حقا مسكين. وأي مسكين؟ استند استند على الحائط. الدنيا لقد كنت صاحب نعمة ومال، ولكن الدنيا زوال لا تدوم على حال. إن سلمكم طويل. بالك أطول منه. إني أسكن فوق السطح. لقد قطعت قلبي. لا بأس لا بأس. ها قد وصلنا أيها الضرير. الحمد لله. انتظر حتى أفتح الباب. أيها السائل ماذا تريد؟ أريد شيئا مما أعطاك الله. حنن الله عليك.
ايه؟ ما هذا؟ اقول يفتح الله عليك. اما كنت تستطيع قولها وانا في اسفل الدار؟ وانت الم تكن تستطيع ان ترد علي وانا في اعلى الدار؟ انزل يا سفيه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب تعال قدني فاني لا اعرف الطريق. تحسس طريقك ايها الضرير. اخشى ان اسقط من هنا. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ان البقبوق بعد ان فقد عينيه في بغداد وجعل يطوف بالبلاد حتى استقر به المقام في مدينة أصبهان، فجمع الشحاتين والقواعد وجعل للشحاتة أصولا وقواعد، وجدد في الطريقة فقسم المدينة إلى مناطق نفوذ بينهم حتى لا يعتدي بعض الشحاتين على بعضهم، وبذلك استقرت الأمور لهذه الجماعة ودانوا له بالطاعة. وفي ليلة وضحاها وجد البقبوق نفسه ملكا على الشحاتين وأميرا على الصعاليق والمتفعلكين. فلما سقط من أعلى السلم ونزل بأسفل الدار صارخا يتألم، اجتمع الناس إليه وأخذتهم الشفقة عليه فأخذوا بيديه ومشى يتحسس طريقه حتى أدرك رفقاءه وصاحب الدار يتسلل وراءه حتى جلس معهم وهو يظن أنهم لا يرونه ولا يكتشفون وجوده وأمره، وجعل يسمع ما يقولون ولم يخطر بباله أنهم مبصرون وأنهم بهذه العلة يتظاهر. مرحبا بسيد من شحت وإمام الشحاتين. يا شيخ حسن أقفل الباب علي. أهم أهم. أقفلت الباب علينا؟ إني أريد أن أحفر الأرض. أهم أهم. نعم أريد أن أخرج المال الذي جمعناه. إني أشم رائحة غريب بيننا. غريب بيننا؟ غريب؟ غريب بيننا؟ أيها الغريب الذي تسلل في ظلام عمان ودخل علينا بغير رضانا، من أنت بحق الشيطان؟ وماذا تريد من العميان؟ إن كنت مسلما فنستحلفك بمحمد، وإن كنت نصرانيا فبحق المسيح، وإن كنت يهوديا فنستحلفك بحق البنيه الذهب وحرمته عليك. إلا ما قلت لنا، ماذا تريد منا وماذا تقصد من النزول علي؟ ربما لم يكن هنا أحد وأنت وايم يا شيخ حسن. بل أنا متأكد. هذه رائحة غريب بيننا. إن أنت لا يكذبني أبدا. عجبا، تكلم أيها الغريب. ألا تريد أن تتكلم؟ إذا فعليكم به أيها العميان. أتسمع؟ هذا تأوه مكتوب. أنت واهم أو موهوم. اسمعوا هذا الدعاء المجاب. يا ربي يا رب الأرباب، بحق قطيعتي وعجزي وعاهتي وبهذا الليل الذي قدرت لنا أن نعيش فيه، أسألك يا قيوم السماوات أن أمد يدي بهذه العصا وأهوي بها فتنزل على ظهر عبدك الذي يرانا ولا نراه، نحن عبيدك المساكين. يا قوي. ادعو يا شيخ حسن. بجاه سيد المرسلين
ايه؟ شيخ رفاعي بحق الحسن والحسين. يا شيخ عوض بحق الاولياء الصالحين. يا شيخ رجب بحق الخلفاء الراشدين. نعم كذا. انطق انطق اظهر اظهر وبان عليك الامان. انا انتم لستم عميانة، انتم مبصرون ايها الخبثاء، ليس فيكم اعمى غير رئيسكم هذا وانا اني اعرف هذا الصوت. ألست الرجل الذي تركني أسقط من على السلم؟ أيها الأشقياء، لقد عرفت سرنا وكشفت أمرنا، ولا بد أن نخلص عليك قبل أن تخلص عليها. أوتقتلونني أيها الأشرار؟ استغفر الله، إنما يقتلك الوالي. أصرخ يا شيخ رفاعي. أدركونا النجدة. أدركونا أدركونا نحن ستة من الشحاتين. نحن خمسة فقط. إنه مسوس علينا وليس أعمى مثلنا ولم يرى. كنت أنت يا رجل. ونحن الستة لسنا عميانا، وإنما نتظاهر بالعمى ونعتبره عدة شغلنا ومنه معاشنا. وقد جمعنا أنا وزملائي هؤلاء مالا وفيرا دخلناه في حجرة نسكنها، ويريدون أن يأخذوا نصيبي، وأنت أولى به مني وأولى بأنصبائهم منهم. وإن أردت دليلا على صدق قولي فهأنذا أفتح عيني وأرى لون جبتك الخضراء ولون هذه الستارة الحمراء. هذا صحيح. تعال يا رجل، أنت وتدعي العمى يا أعمى القلب، تعال هنا. سيدي ليس على الأعمى حرج. وهل أنت غير بصير؟ نعم يا سيدي. اضربوه حتى يبصر، عليك به يا فتى. تعال هنا. فتح عينيك. كفى كفى خلاص، فتحت عيني. انت الان ترفع يدك. الان ابصرت. دعه يا فتى. وانت تعال هنا. سيدي هل انت اعمى ام بصير؟ بصير يا سيد. غيره تقدم. اعمى ام بصير؟ بصير يا سيد. وانت فرضنا أنك لا ترى، فهل لا تسمع؟ أنت أيها الثعلب. أنا يا سيدي. تعال هنا. يا سيدي أنت أعمى أم بصير؟ أدام الله عليك نعمة البصر، لقد فقأوا عيني الواحدة بعد الأخرى. أعمى أم بصير؟ ضرير يا سيدي ضرير. وتدعي هذا أمامي يا فتى؟ مولاي عليك به. أنا في جاه سيد المرسلين، أنا والله أعمى. اضربه حتى يبصر. لا 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 تضربوني، أنا والله أعمى ولن أبصر أبدا. واسمي المخبوق، اسألوا عني أهل بغداد. اسكت يا نصاب. أنا والله لا أرى. سنرى كيف ترى يا غلام. فتح عينيك. انا لا ارى لا ارى. شفاعة اضربه حتى يبصر. شفاعة الرحمة.
أعمى أم بصير؟ بصير يا مولاي. ما لون هذا المنديل؟ لونه أبيض. أبيض وتدعي أنك لا تراه؟ يظهر أنك عمي. اضربوه. أنا والله أعمى، أنا لا أرى. سنرى كيف ترى، عليك به يا فتى. فتح عينيك. شفاعة حسبك يا فتى. كفى. بصير أم ضرير؟ بصير يا سيد. ما لون هذا القلم؟ ما لون هذا القلم؟ لونه أخضر. أمني تسخر؟ مزقوه. وجاءتني أخبار وظلوا يضربون أخي حتى أصيب عموده الفقري وأصبح كفيحا صفيحا، فسافرت إلى أصبها وحملته إلى داري في بغداد أطعمه وأسقيه وأخدمه. تلك يا مولاي السلطان هي قصة أخي البكبوك، أما أخي الثاني فاسمه بكبك. أدام الله سلطانك وعطر بالرخاء أيامك، أما أخي الثاني واسمه بقبق فهو مسمول العينين مقطوع الأذنين، لا يرى ولا يسمع، وليست هذه خلقة الخالق بل هي جناية المخلوق وأصلها خيانة بقبق. كان من أمر أخي هذا أنه كان فقيرا صعلوكا، فخرج يوما يطلب القوت وظل يتسكع ويسير حتى انتهى إلى قصر كبير، فتقدم أخي إلى بواب يقف إلى جوار الباب، فرق له قلب البواب وقال له ادخل واشكر الأمير فهو غياث كل فقير. فدخل أخي الدهليز ومشى بين أعمدة من الذهب الإبريز، فتحيرا أين يمضي وأين يسير، ولكنه قصد إلى صدر الديوان وإذا هو أمام إنسان أشم ريح العز وأنت قادم إليه وتطالعك علائم الجاه وأنت داخل عليه. فما أن رأى أخي داخلا يتعطر وهو أشعث أغبر حتى تفزع وتوجع وقام إليه يسلم عليه. أهلا أهلا مرحبا. يدك يا سيدي. أستغفر الله، لعلك غريب يا صاح. بل أنا من نفس بغداد، فقير جائع محتاج. إن واحدة من هذه الثلاث تقسم الظهر وتطيل عذاب القبر، كيف أكون ببلد وأنت به بائع؟ لا صبر لي على ذلك. لقد مضى علي يومان لم أتك خلالهما شيئا من الطعام. يومان وغوثان. وتشك ثيابك يا سيدي؟ أشكها أسفا على ما فات وخوفا مما هو آت. ولكن ما جدوى الكلام الآن؟ أنت جوعان أيها الطريق. يا غلام هات الفط والإبريق. لا بد أن نغسل أيدينا قبل أن نأكل طعامنا. ما قولك في الحمل المشوي؟ ما قولك في الفراريد المحشوة بالفستق؟ ما قولك في الأباريد بالأفاوي؟ رائحتها تدير الرؤوس وتفتح النفوس. حسبك يا سيدي، لقد أثرت شهيتي. يا غلام تقدم من هذا السيد، تفضل اغسل يديك. ولكن الغلام لا يحمل شيئا. لا تريد أن تغسل يدي؟ أغسل أنا. هات يا فتى، لا تصب كثيرا، حسبك ناول المنشفة.
ولكنك لم تغسل يديك يا سيدي. كيف؟ لقد غسلتهما الآن أمامك. لم يكن في يد الغلام إبريق ولا طست، وإنما كان ينحني كأن في يده إبريقا يصب منه وليس في يده شيء. فبالله عليك ما معنى هذا؟ أحضرت الطعام يا فتى؟ ضع هذه الصينية أمامه. أي صينية يا سيدي؟ أنا لا أرى صواني. وما قولك في هذا الطبق؟ أي طبق يا سيدي؟ هذا الطبق الذي عليه ذلك الحمل المشوي. لابد أنني في حلم. إلى هذه الدرجة كنت لا تصدق أن تجد هذه الأطايب؟ كل يا صاحبي كل. أكل ماذا؟ أكل أصابعي؟ بل اكثر هذا الحمل. عنك. الله الرحمن الرحيم. خذ يا صديقي، لابد أنك تمزح. خذها من يدي، أسألك بالله لا تكتفني. خذ. أخذ ماذا يا سيدي؟ هذه القطعة وهي ساخنة. أي قطعة؟ لا لابد أن تأكل بحريتك ولا تجعل تكيفا، وإلا تركتك تأكل وحدك. بالله عليك وبحياتي خذ من هذا الطبق. ماذا تريد هذا يا سيدي؟ كل يا ضيفي، لابد أنك تمزح. كل. أكلت؟ لقد اكتفيت يا سيدي. لا والله. كيف؟ لا بد أن تأكل من بقية الألوان. هاتوا الدباب، هاتوا السكباب، هاتوا المطهبدات والقوامح. سيدي هذا كثير. إنه دون قدرك يا ضيف العزيز. لقد شبعت يا سيدي. شبعت وصرت كظيظا. إذا انتهاتوا لنا حلوى. وحلوى أيضا. وحلوى أقل منها؟ ضعها أمامه يا غلام. بحياتي كل هذه القطيفة. تفضل. لا عدلتك يا سيدي. ما هذا المسك الذي في هذه القطايف؟ هذه عادتي في مطبخ بيتي، يضعون في كل قطيفة مثقالا من المسك ونصفا من العمر. كفيت يا سيدي. هل ذقت هذه القطايف؟ امتلأت، لا أستطيع بعد. هاتوا الشراب. وشراب أيضا. وشراب أيضا أقل منها؟ هاتي قدحك. هات. خذ اشرب. ما رأيت مداما مثل هذا المدام. إنها معتقة. هاتي قدحك. في صحتك. لقد شكرت يا مولاي. أين رأسك خفيف؟ اشرب يا صاح. هل رأيت شرابا ألذ من هذا الشراب؟ هاتي يا مولاي. خذ أي. ماذا تصفع لي؟ تكلك يا سيدي. أنا عبدك، أدخلتني بيتك وأطعمتني من طعامك وسقيتني من شرابك المعتق، فسكرت وعبدت ولا أدري ماذا فعلت. إنها خيرك التي تقلتني. اجلس أيها الطعلوب. يبدو أنك ظريف. لقد مر علي زمان طويل أسخر فيه بالناس وأجمع الفقراء والبياع وأقدم لهم هذه الموائد الوهمية وأثير فيهم نهم وأتفرج عليهم وأسخر منهم وأهدأ بآلامهم، فما رأيت أحدا رد علي هذا المزاح غيرك يا سيدي. ما اسمك يا صديقي؟ اسمي بقبق. بقبق. يا بقبق، أنت من اليوم نديمي. لا تفارق مجلسي ولا تغادر قصري. يا غلمان أعدوا لنا المائدة. لعلها مائدة حقيقية. أما هذه المرة فنعم. قم بنا. يا حياة حياتي، يا منية نفسي وهوى فؤادي، يا من... لا ستتكلم كثيرا يا بقبق. إن لك سنة بحالها من يوم دخلت هذا القصر وأنت تغازلني. وأي إنسان لا يغازلك يا أميرتي لو أن جمال امرأتي لاهتز. إن جمالك الطاهي. يحكى والله أعلم أنه كان في قديم الزمان وسارف العصر والأوان ملك من ملوك بني ساسان، وكان لهذا الملك ولدان
هما شهريار وشاه جمان. فلما مات أبوهما اقتسم الملك بينهما، فملك شهريار جزائر الهند والصين، وملك شاه جمان سمرقند العجم. ومرت الأيام وتعاقبت السنين والأعوام، واشتاق الملك شهريار إلى أخيه فأرسل إليه يستدعيه، وخرج شاه زمان قاصدا بلاد أخيه، ولكنه لم يكد يبتعد عن أسوار المدينة حتى تذكر شيئا كان قد أنسيه، وتبين أن الملك شاه زمان نسي هدية أعدها لأخيه، جوهرة في مكان لا يعرفه غيره ولا يحب أن يعرفه غيره، فاستوقف الركب قبل مرحلة وذهب بنفسه إلى القصر ليحضر الجوهرة، وعاد، ولكن الركب أخذه الدهش لمنظر الملك وهو عائد إليه. إنه حزين مهموم، بل هو يبكي ويكثر البكاء، ولم يجرؤ أحد على سؤاله عن تبدل أحواله، وتركوا ذلك لأخيه الملك شهريار، فهو وحده الذي يكشف هذه الأسرار. شاه جمال أخي، ما الذي حدث حتى تستدعيني وأنا عائد من الصيد في مثل هذا الوقت من الليل؟ انتظر يا أخي. يا كهرمان مولاي، أقفل الباب علينا واحرس الأبواب لا يقترب أحد منا. أمرك يا مولاي. ماذا؟ إنك تخيفني يا أخي. اجلس يا أخي. أتذكر أنك سألتني عن أسباب حزني؟ نعم كثيرا، ولكنك لم تشأ أن تجيبني على سؤال. اليوم أجيبك يا أخي. كان ذلك ونحن في طريقنا إليك، كنت نسيت الجوهرة التي أهديتك، فرجعت بنفسي لإحضارها للمخبأ في المخدع لا يعرفه غيري، ودخلت فإذا شرفي جريح أمامي، وإذا أنا أمام خيانة فظيعة، فعالجت الأمر بسيفي وقتلتها وقتلت العبد. وكانت تخونك مع أحد العبيد؟ قدر يا أخي، لا بد أن لك يا أخي. ولكن لماذا أخفيت ذلك عني؟ حتى لا أحملك همي. إذن فلماذا تخبرني الآن؟ لأننا في الجرح سيان. بطبيعة الحال فنحن أخوان، حتى في الأسى نتشابه يا شهريار. شاه جمال، تجلد يا أخي. شاه جمال، ماذا تقول يا أخي؟ أقول ما رأيت بعيني. رأيت بعينك؟ من هذه الشرفة، ويحدث هذا كلما خرجت للصيد. وكثيرا ما كنت أخرج للصيد يا أخي. ولكن كيف؟ لا لا، أنا لا أصدق هذا. لا، المسألة لا تعالج بالصياح، إنك بهذا الصياح تنبه الطير ليفلت من الشباك. وماذا أصنع يا أخي؟ أعلم أنك ستخرج للصيد غدا، وجهز العسكر والرجال، ثم عد وحدك إذا انتصف النهار، وسترى بعينيك يا شهريار. غني يا كيرون. أغني؟ كيف؟ ألا تغني يا كيرون؟ ولكن الملك إذا سمعني أغني لك فإنه يقطع رقبتي. قلت لك أيها الرعديد إن الملك خرج للصيد. ولكنه عاد من الصيد أمس فقط. هو راجع اليوم إلى الصيد، أي غرابة في هذا؟ ألا يحتمل أن يعود؟ لن يعود قبل أن تمضي أيام. ولكنه عاد الآن. اركع يا خائن وأنت. Thank you.
أنت تضحكني أيها الوزير. لم يبق في المدينة فتاة واحدة؟ لماذا يا وزير العزيز؟ هل شحت الحياة بالنساء؟ أعطني منزل الأمان يا مولاي. قل وأنت آمن. إنك يا مولاي لم تكتفي بالدم الذي هرقته في حديقة القصر منذ عامين. وكنت تريدني أن أصنع غير ذلك؟ كلا يا مولاي، ولكنك منذ هذا اليوم تتزوج كل ليلة عذراء ثم تصبح فتقتلها. وهل يغسل شرف الملوك دم امرأة واحدة؟ ولكن هؤلاء لا ذنب لهن يا مولاي. إنهن يحملن وزر جنسهن. ولكن من الظلم يا مولاي. فهم كيف تكلمني بهذا اللسان؟ لولا أنني أعطيتك الأمان لضربت عنقك الآن. أخذ، ولا تنس أنه لا بد أن تقدم لي هذه الليلة واحدة من اثنتين، الفتاة أو راسك. لا تحزن يا أبي. كيف وقد قلبت المدينة رأسا على عقب فلم أجد فتاة واحدة؟ الناس يهربون بالعذراوات من وجه الطاغية ذلك الظالم الذي تحجر قلبه وأصبح لا يعيش إلا في دماء ضحايا. ولكني وجدت لك الفتاة. إنك بهذا تنقذين رغبة أبيك، ولكن كيف؟ أين هذه الفتاة؟ إنها أمامك يا أبي. أمامي؟ أنت؟ نعم أنا يا أبي. لا، إنه يقتلك يا ابنتي. أو يقلع عن هذه العادة. لا يا شهرزاد، لا يا ابنتي. قم يا أبي. كلا، لن تذهب يا شهرزاد. بل أنا ذاهبة، رضيت أم أبيت، واغفر لي أن أخالفك مرة في حياتي. أبي. ابنتي. قبلني يا أبي. شهرزاد. تجلد يا أبي، إنما أؤدي واجبا مقدسا، فإن هلكت دونه فهي الشهادة، وإن حييت فهو صلاح الناس وحياة هذه الأمة. وداعا يا أبي. شهرزاد، شهرزاد. أتعلمين أنك سترحلين غدا؟ أعلم يا مولاي، ولكن ساعة واحدة إلى جانبك هي الحياة. ألا يأخذك الخوف يا شهداء؟ لا ينجي الخوف من القدر، وسأموت في اليوم الذي حددته السماء، إنما هي أنفاس معدودة في أوقات محدودة، وكلنا هالك وابن هالك، وقد يحيى المقتول ويموت القاتل، كما وقع للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. ما أشهى حديثك يا شهرزاد. ماذا وقع للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على آناق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. مولاي أحس بشيء من التعب. مولاي لقد أدركنا الصباح أو كاد. ولكني أريد أن أعرف ما جرى للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. إنك شوقتني إليها. إذا استحييتني إلى الغد ولم تقتلني فإني أقصها عليك غدا. والله لا أقتلها حتى أسمع قصة الملك لقمان. اسمعي يا شهرزاد. جاريتك يا مولاي. لقد أجلنا موعدتي مع الله لبعد غد، إلى الليلة التالية يا شهرزاد. والآن يا شهرزاد
لقد أجلت موتك إلى الغد.